الخبر التالي مشاهدينا بعنوان الأقصر مدينة خضراء. اختتم في الأقصر فعاليات مؤتمر الطاقة الشمسية الأول تحت عنوان الأقصر مدينة خضراء، وقد شارك في المؤتمر العديد من الخبراء والمحللين والعالميين في مجال الطاقة الشمسية، وعلى رأسهم العالم المصري مهندس إبراهيم سمك المقيم بألمانيا. وناقش المؤتمر الاستخدامات المختلفة للطاقة الشمسية كبديل نظيف للطاقة، وقد تم خلال المؤتمر افتتاح محطة شمسية بقدرة 80 كيلو وات. للتعليق على هذا الخبر معنا دكتور حسام شوقي، استاذ كيمياء المياه بمعهد بحوث الصحراء. باشمهندس السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني تعليق حضرتك على هذا الخبر، وكيف ترى يا دكتور اهميه هذه المحطات الخاصه بالطاقه الشمسيه؟ هو الحقيقه دعوه كريمه من معالي محافظ الاقصر ومبادره كريمه منه، تم دعوتنا للمؤتمر ده. والحقيقه المؤتمر كان ليه هدفين. نعم. الهدف الاول هو تعريف الناس للطاقة البديلة كبديل لا بديل عنه لنضوب الطاقة ومشكلة الطاقة الموجودة عندنا في مصر. والهدف الثاني انه زي ما بيقولوا الأقصر بدأت بنفسها وعملت محطة بقدرة 80 كيلو وات. والحقيقة المحطة موجودة فوق مبنى المحافظة اتفرجنا عليها، والمحافظة بدأت بنفسها كمان بتغيير اللمبات الموجودة بلمبات الليد اللي هي الموفرة للطاقة، وكمان بدأت بإنارة شارع كامل هو شارع خالد بن الوليد بالطاقة الشمسية. طب الدكتور دكتور معلش، هل حضرتك شايف إن المحطة دي قادرة على استيعاب الضغط من محافظة الأقصر يا فندم؟ أو استيعاب الاستهلاك؟ لا طبعا هي المحطة دي لا تمثل إلا القدر القليل، لكن هي مبادرة ممكن تساهم يعني في توفير الطاقة يعني. بالظبط. احنا في المؤتمر ده كان الهدف الأساسي، أو حتى الدكتور المهندس إبراهيم سمك قال كلمة كويسة جدا، قال أنا ببص من شرفة الفندق من فوق، كان نفسي ألاقي كل البيوت بدل ما هي عليها الدش وعليها الكراكيب زي ما احنا بنقول بالمصري، محطات لتوليد الطاقه الشمسيه. الطاقه الشمسيه لان هي دي هتبقى الطاقه البديله، لكن في بعض المعوضات اللي المفروض انها محتاجه تشريعات قويه من الحكومه. المعوضات دي لو زالت هيبقى في انطلاقه كبيره جدا جدا لاستخدامات الطاقه الشمسيه، وهتبقى بديل وبديل سريع وبديل لا ينضب للطاقه في مصر. طيب معلش يا دكتور، اذا كان البعض يتخوف من الطاقه الشمسيه ويقول انها ما تعطيناش طبعا نفس مصادر الطاقه سواء طاقه كهربائيه او غيرها، بما تنصحهم باهميه الطاقه الشمسيه كطاقه بديله ونظيفه يا فندم؟ بص حضرتك المانيا دلوقتي بتتكلم على انها هتوصل بالطاقه الشمسيه الى انها تبقى 40% من الطاقه بتاعتها هي طاقه شمسيه. نعم. الدول بعض الدول الاوروبيه وصلت لانه في سنه واحده على سبيل المثال المانيا عملت كميه من الطاقه تساوي العجز بتاع الطاقه السنوي بتاعنا اللي هو بيقدر ب 7 جيجا وات. فال 7 جيجا وات دي المانيا عملتها في سنه واحده. نعم. فبالتالي الطاقه الشمسيه ممكن تغطي العجز وتفوق العجز اللي موجود عندنا بكتير جدا، ومش هتخلينا تحت رحمه مشاكل نقص الغاز ومعطلات ذات الغاز. نعم. السفينه ما وصلتش، لا السفينه وصلت. لا انت عندك شمس وعندك كميه من الاراضي تسمح لك ان يبقى عندك الطاقه دي ووفر انك تفكر. بتمنى التوفيق يا رب يا فندم ان شاء الله. لكن هي محتاجه تشريعات قوية من الحكومة. صح. بحيث انها تشجع المواطن البسيط، لانه في المانيا هي بتعتمد على المواطن وليس على الحكومة. تشريعات وتوعية برضو للمواطنين باهمية استخدام هذه الطاقة. المواطن مش هيتوعى غير لما يلاقي ان في حاجة داخلة جيبه. نعم. كل ما هيلاقي ان في فلوس، الحكومه الالمانيه زي ما قال المهندس ابراهيم سمك، في ورقه واحده انت بتمضيها، الورقه دي بتخلي البنك يوصل لك الحاجه لحد عندك. نعم. وهيبقى انت بتدفع القرض بتاعك من الطاقه اللي انت بتديها للحكومه، وبعد 8 سنين او 12 سنه او وات ايفر الفلوس الفايده بتاخدها في جيبك. بالزبط. وممكن تاخد 20% من ثاني يوم بتحطهم في جيبك. بمعنى ان المواطن بيلاقي فلوس دخلاله جيبه على طول. اول ما هيلاقي الكلام ده كل المواطنين هتلاقيهم بدل ما هم حاطين دش فوق سطح حاطين اطباق شمسيه، محطات توليد طاقه شمسيه. بالظبط. بشكرك جدا يا فندم الدكتور حسام شوقي، استاذ كيمياء المياه بمعهد بحوث الصحراء. شكرا لك يا فندم.